ماشي. وانت عادي عادي اضحك، مش مشكله، تخافش مش مشكله، مش راح يطلع الاخبار يعني، هذا للتسجيل. طيب ممتاز، علي صوتك. وين سادس؟ انت اسمك ايش؟ عدي موسى. عدي وقصي، ماشي ابطال. شو القصه؟ يلا طيب احكي لي القصه يا قصي. ماشي في البحر، كنت بحر العقد، كنت راكب في القارب. اول ما ركبت في القارب واحنا كنا نشوف الجميله، في ولد كان راكب البالون، سحب منه ما ادريش غير ولا ما غيرك. انا بعرف اسمع، انا بتكلم عاد تكمل مش مشكله. انا بعرف اسمع، اشتحت لك اللاوعي وغزيت راسي، شفت ولد بين اربع صخرات. كيف فات فيهم طيب؟ الولد بالجنب. طيب. طيب. طب خلينا نكمل من تيجي في قصة. كامل كامل كامل. أوكي ماشي. طلعت أخذت نفس فوق، وبعدين طلعت عصبية من الطيف راس، وقلت نازل تحت، شفت الولد طلع عليه. نزلت تحت بطلع عليه ولولا كل شيء تعبناه وكل شيء، وطلع لابس تبعت الهواء وطلع على السما.